Ah, we hebben een paar dingen waar alles goed is. Die soort koersjes. Die soort koersjes voor een limaar. Die soort hatten die je kent. En dat met de radio, met de pas weer voor te zijn. En dan met de machine. En dat lam je vet kan doen. Je pas je allemaal in de herken. Ja, dat is hard die je moet uitleggen. صافي دابا غنطلعوا في هذا الجبل 600 متر العلو ديالو 600 متر ولكن ديك الشيء على حسب ما تشوف الطرق نجلسها عند زعما صراحة ماشي انت يا بالخشب لا مقاومين الماليزيين مقاومين اخي والله زعما الصراحة عندهم ديك الشيء مقاوم اخي المهم الى حتى نطلعوا للراس ديك الساعة باش نعملوا شي تصويرات مزيونين يلا وصلنا تخرج 700 متر ماشي 700 منا ولكن 700 طالع في الحيط اخي ولكن الفيو اللي كاين شي حاجه ولا في الاخر الفيو اللي كاين شي حاجه تستاهل الاخر شوف 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 بزاف لا من الطبيعة الله الخضورة والورد والجبال ومع ماليزيا صراحة مقاومة مزيانة صافي عمري شي باش تطلع 700 متر صح
ولكن كتطلع بحال كتطلع عرفتي خيص خاصها تصدق شي مسلوق عند مزيون. وهذا المقطع هذا شي حاجة حامقة يا أخ، زعما الفيو اللي من مورايا واو صاحبي بنادم كيرد له الروح صاحبي. الشيء أنا ما عمري شفتو، أنا حتى في الفلبين ما شفتش أنا المناطق بحال هكذا. عليها اللي يقولوا هذا المقطع هذا من أحسن المواقع اللي كاينين في الدنيا من ناحية الضيق، يعني حنا ملي كنا ماجيين في البحر، البحر ما بعرفوش يا صاحبي الكولوريس اللي فيه، هذاك الشيء يقول مرسوم ولا تلقين السباقة ولا شي حاجة بحال هكذا. هذاك الشيء واعر بزاف صاحبي والله العظيم. ايوا المهم الحمد لله والشكر لله اللي كتب لنا نجيو لهنايا. دابا ان شاء الله مش نهبطوم، دابا غير شي حاجه مش نهبطوم وغنمشيو لشي جزيره اخرى اللي فيها العوم. باقي لنا جوج جزر غنمشيو لهم، يعني العوم وداك الشيء، يعني ديك المنظر اللي مورايا غنكونوا فيه في الارض. هادشي اللي كاين، يلا نتلاقاو من تحت. المهم كيف كنا دابا حنا هنا في واحد الجزيرة، دابا عند اللوغين وسط المعايا عشان نهاركم. بلوك وسط البحر، كيفاش عامل هذا الماء هذا؟ انا ولد عمي اخي، واش غنقول لكم زعما الصراحه، وهاد الجزيره هادي واو الحبيب ديالي اخي، شي في الافلام الصراحه، بحر مني هنا اخي الرمله هنا عاود كنقلب من هنا كتجبد بحر اخر. هذا المحل هذا والماء لا يشعل والرمله لا تشعل وكل شيء اللي شعله زعما الصراحه بورنيو المالديف اشرف، والله العظيم
المالديفا اللي جاتو المالديف غاليا جينا هنا بورنيو ويجينا سيمبورنا عند هذو الجزر هذو اللي مدورين بها جزر شي حاجة حامقينة. ايوا انا قلت لكم انا علاش جيت هنا، انا كلفاتني مجيان هنا بصح عاد المكلفة الا ما عرفتي ولا راضي صح. ايوا المهم كيتسمى دابا هذه الجزيرة النحرية تاع النهار هذا غنجيو نجلسو فيها هنايا راح الساعة المقلة نعوبو وتصورو الناس وكذا ونشوفو الفلاح ونرجعو حنا غدا ان شاء الله. عندي واحد التور اخر، هذا التور هذا كان في شكال، هذا فيه كان سنوركلين وعامر بالسنوركلين فاش جد المواطع بالسنوركلين وانا تاعر ما كان لا سنوركلين ولا هم يحزنون. شنو اللي تسمى الفيديو د غدا والفيديو د هذايا الفيديو د اليوم غنعملهم مع بعضهم، يعني فيديو واحد باش ما نعملش بزاف ميجينيش الشغل بزاف. وعندي واحد الفيديو هذا اللي كنت شفته نتوما اللي كنت هضرت فيها على بولو، هذاك انا كنت خليته بوحدو لان ما كانش يخصني نخلط هذاك مع الله تعالى نخلط فينا الجنه والنار ما يمكنش. المهم هادشي اللي كاين اللي تسمى دابا ها النهار هذا، يعني ماشي الفيديو ها النهار، المهم غا ها النهار هنا وقيلا التصوير غيكون صافي سالا غنسالو التصوير ديالنا ها النهار. وغدا ان شاء الله عاود غنعملو انهيار جديد في بلايات جديدين عاود جزر جديدين، وما تقريبا الجزر يكونوا بحال بعضهم، يعني ماشي كتجبر واحد الاختلاف بيناتهم. دابا نعطيك مثلا ها واحد الاختلاف هنا، ان الصور دابا ناتو على النقطة اللي فيها هنا ملتقى البحر، دابا انا هنا في الملتقى شوف ها البحر ها هو مدور هايدا يا ها الرملة ها الحاشية ها الرملة ها الحاشية ها انتينا شفت شكال درت هنا انا هذا هو الملتقى انا وغنعومو ان شاء الله في الملتقى حاشينها والحوت هنايا موجود وكلشي موجود. ها هي الحلاوة الحلاوة يا اخي أنا ماشي غاك لواه، أنا ماشي غاك لواه، أنا تشربون ولا تكونش يا صاحبي.